أقول إنه قضية الفصائل هذا يعني ظلم بحقهم لما نقول إنه يضربون الأمريكان لأجل إيران. وليش إحنا فصائلنا هم ناس عندهم غيرة وعندهم حمية ويرفضون الاحتلال ووجود هذه القواعد في الأراضي العراقية والمناطق القريبة؟ واليوم نعتبر القوات الأمريكية قوات عدو وهي اللي جاي ساند إسرائيل وجاي تسانتها وتدعمها في المجازر اللي جاي يضطهدون بها المسلمين ونحن شعب مسلم. وبالتالي هذه الفصائل أسوة في لبنان، في اليمن، في العراق، في إيران، من هالمنطلق، المنطلق الشرعي اللي يعتقدون أنه من الواجب مقاومة المحتل وكل القوى اللي ساند إسرائيل مهما كانت قريبة علينا. بالنسبة إلى إيران، يعني فعلا صدرت الخارجية بيان واضح ونفت أنه لها أي تدخل في هذه الضربة على القاعدة الأمريكية، بس هذا لا يعني أنه هي تخلت عن الفصائل. لا تخلت، ممكن تكون، لا لا، هاي ممكن لا تكون إشادة وشهادة للفصائل. يا ذبتها براسنا يا إشادة، خايفة من النار وذبتها يمنا بحضننا. هي لو خايفة ما ضربت أوكار إسرائيل، لو خايفة ما ضربت قواعد الأمريكية. هاي وين؟ بس ليش ما تنظرها من زاوية ثانية؟ هاي وين ضربت؟ هاي شهادة. دقيقة 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 أستاذ أمين، وين ضربت أوكار إسرائيل؟ وين؟ ذكرني. ضربت في عين الأسد، وضربت في شمال العراق، وضربت في سوريا. ها يعني ضربت العراق؟ إيه لا ضربت، ما ضربت العراق والله، ماكو منطقة عراقية ضربت إلا القواعد الأمريكية. ها بالمريخ كانت أربيل. إيه بس هي ما ضربت الشعب العراقي ولا ضربت منشآت عراقية. والرجل اللي مات هو وطفلته، هذول مو عراقيين لو شنو؟ لو من غير كوكب. أكيد عراقيين. إيه لحد شلون يا سيد العزيز؟ أصيد أستاذنا الغالي. شل...